حنان وليد، عمري 35 سنة، من عين عريق، أم لصبيتين، أخصائية، كمان أخصائية نفسية ومعالجة للأطفال والشباب. بشتغل بالعمل العيادي من 5-6 سنوات تقريبا. خريجة بيرزيت على النفس، وكمان معي دبلوم كمان من بيرزيت. درست ماستر بالنجاح على النفس إكلينيكي، معي عدة شهادات صراحة بهذا التخصص بمجالي كأخصائية نفسية. بال 2017 حصلت على دبلوم نجارة مزاولة للمهنة من الاتحاد اللوثري، وبعدي كملت في الموضوع لأنه حسيت أني أنا حابة هاي المهنة، وصارت مشروع مريمة. نجارة مهنة صعبة وبدها تركيز، وبدها دايما مساعدة، بدها حدا يحبها كثير. عادة ممكن نجار واحد يقدر يحمل اللوح لحاله ويشتغل فيه على المنشار، لكن بما أنه إحنا ثنتين، أنا وعزيزة، بنعمل هذا الإشي مع بعض. كانت وما زالت المرأة هي رمز العطاء والتحدي والصمود، هي كزهر اللوز اللي بينور حياتنا وبيوتنا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بأولى حلقات برنامجكم أنامل من ذهب، اللي رح نسلط الضوء من خلاله على قصص ناجحة للعديد من المشاريع النسوية الصغيرة والريادية اللي بتلجأ لها كثير من النساء والسيدات كباب دخل إلها، لحتى تساند عيلتها وتتحدى وتقاوم كثير من الظروف المعيشية الصعبة إيد بإيد مع شريك حياتها، أو لحتى تثبت وجودها وكيانها في المجتمع كامرأة عاملة إلها بصمتها المميزة. فخلونا نتعرف إحنا وياكم على مشروع السيدة حنان اللي لجأت لمهنة نمطية مرتبطة بالرجال، فتعالوا نعرف التفاصيل منها ونبلش حلقتنا لليوم معكم. أهلا وسهلا فيكم. مريم هي منجرة لإنتاج أثاث الأطفال والزوايا التعليمية للأطفال. الأطفال والشباب كمان. سبب التسمية، الاسم كان موجود عندنا أنا وزميلتي عزيزة من قبل ما تكون الفكرة أنه هي منجرة. مريم هي اسم شخصية في رواية ثلاثية غرناطة. هي شخصية لإمرأة عربية بتنتج كل إشي بإيديها، أغراضها اللي بالبيت، لبسها، الأشياء اللي بتستخدمها. فمن هون حبينا الاسم وقررنا أنه مشروعنا يكون مريم. بال 2018 صارت مريم هي منجرتنا. اللي هي منجرة لصناعة أثاث الأطفال والألعاب. طيب تحكي لي أكثر عن المنجرة، شو طبيعة الأشياء بالضبط اللي أنت عمالك بتشتغلي عليها، شو طبيعة الأدوات طبعاً اللي بتستخدميها أنت كست؟ إحنا زي ما شفتي منجرة مجهزة زي أي منجرة بيشتغل فيها نجارين رجال. قررنا إحنا بعد سنة من ما بلشنا إنه إحنا نتخصص أكثر في أثاث الأطفال، عملنا دراسة سوق ولقينا إنه هذا المجال مجال قليل الإنتاج عنا، بأغلبه مستورد بالسوق الفلسطيني. فقررنا إنه إحنا ننتج هاي المنتجات. طيب تحكي لي حنان، شو الرابط بين تخصصك الأصل اللي هو أخصائية نفسية وعلاجية وتربية أطفال وبين شغلك في المنجرة؟ شو الرابط بينهم والسر بينهم؟ يعني أنا أخصائية من 2009، خريجة علم نفس، بال 2018 خريجة علم نفس إكلينيكي، وبالعمل العيادي من سنوات. لكن بال 2018 لما قررنا، أو أنه أنا عرفت عن نجارة وعرفت أنه أنا بحبها وتعلمتها، صارت الأمور بالصدفة. أنه حتى لما عملنا دراسة السوق وما كناش مقررين إحنا إيش بدنا، إحنا نشوف السوق إيش كان بده، إيش المتطلبات. فلما كان الاحتياج الأكبر هو لإنتاج أثاث أطفال وألعاب أطفال وزوايا تجهيز رياض أطفال مثلا، أو مراكز تطور طفل، حبينا أكثر إنه لأنه أنا عندي معلومات كثير في هذا المجال. يعني مثلا في عنا مجموعة من المنتجات اللي إحنا بننتجها خاصة بتطور الطفل. كيف يعني؟ في عنا اللي هي يعني.
لا، هي لها علاقة بمساعدة الطفل ليتطور أكثر من ناحية المهارات الحركية، وكمان مهارات الاستقلالية. زي في عنا منتجات خاصة هي جاية، هي أساساً مصممة وموجودة بالعالم، لكن إحنا جبناها وبلشنا إنتاجها، وفعلاً ما في إنتاج إلها بفلسطين. زي اللي بتساعد الطفل على التسلق، لأنه الأطفال بعمر 2-3 سنين بيحبوا الشعبطة ويطلعوا ليطوروا عضلات إيديهم ورجليهم ويتسحسلوا. ففي عنا منتجات زي هيك. في عنا كمان برج التعلم اللي بيساعد الطفل ليطور أكثر بالمهارات الاستقلالية، زي عنده فضول ماما إيش بتعمل فوق على المجلة، ماما إيش بتعمل على الطاولة السفرة مثلا، فهو بجيب البرج وبوقف بحدها، فبصير هو إياها على نفس المستوى، بقدر يشتغل معاها. حلو. بقدر يستخدمه في أكثر مكان من البيت. فهي جزء من المنتجات اللي إحنا بننتجها. إحنا حابين كمان نشتغل بالألعاب التعليمية اللي بتكون بين إيدين الأطفال. فحالياً قاعدين بنشتغل على مجموعة لها علاقة بتعليم الحروف، بتعليم الأرقام، العدد والمعدود، وكمان البازل اللي شفتي لي ولخارطة فلسطين. أنتجناه بعدة أحجام لتكون مناسبة لعدة أعمار للأطفال، لتكون مناسبة لهم من ناحية مسكة الإيد وكمان تساعدهم. فقديه صعب وقديه حلو انك تكوني ناجحه بمجال يعني معروف هو حكر للرجال، وقديه واجهتي صعوبات من اللي حواليك، من اللي بتتعاملي معاه، كونه انه هاي الاشياء والادوات اللي بتستعمليها هي فقط الرجال بيقدروا بدنيا وجسديا يقدروا يتعاملوا معها. في صعوبات من اول يوم، حتى الصعوبات من ايام التدريب، انه الكل مستغرب ليش البنات بالمنطقه الصناعيه بتعلموا نجاره. الصوره الذهنيه لهاي المهنه مسيطره، ولحد الان مسيطره، انها هي فقط للرجال، المتواجدين في المناطق الصناعيه هم فقط رجال. لما بلشنا بالمشروع وعزيزه حبت تكون فيه، عزيزه ما تعلمت نجاره، عزيزه تعلمت في مريمة. يعني أنا معي دبلوم نجارة، بس عزيزة تعلمت في مشروعنا بعد ما إحنا شرينا المواكن. هي شريكتك في المشروع. صحيح. وحتى لما إحنا رحنا نشتري المواكن، وعن جد يعني بدنا نشتري، ولا حدا كان راضي يبيعنا. إنه إيش بدكم؟ طب ليش لشو بدكم إياهم؟ ما حدا معطينا عرض سعر جدي. وتغلبنا بهذا الموضوع كثير، لدرجة آخر واحد فعلاً صدقنا وعطانا عرض سعر، اشترينا منه بنفس اليوم. لوين حابة توصلي من خلال هذا المشروع؟ إن شاء الله مريم رح تصير شركة لإنتاج أثاث الأطفال، وإن شاء الله كمان مش بس نكون بالسوق الفلسطيني، إن شاء الله كمان نطلع لبرا. تحكي لي، هل بتقدر كل مرأة إنها تخوض تجربتك وتدخل على مجال عمل هو حكر للرجال ممكن تنجح فيه وتثبت حالها؟ طبعا أنت نموذج ناجح، بس هل أي امرأة بتقدر تخوض هاي التجربة؟ إذا هي بتحب رح تنجح. احنا موجودين هون لانه احنا حبينا نكون هون، مش عشان نثبت اي شيء او بدنا ننافس اي حدا. احنا حبينا هاي المهنه، وهي رغم كل الصعوبات اللي فيها، كل يوم في صعوبات، بس لانه احنا حابين مستمرين، فاذا هي بتحب رح تنجح. أكيد. شكرا لك حنان، وكل التوفيق لك ولعزيزة منجرتكم مريمة. شكرا. ان شاء الله يضل عنوان بارز في مجتمعنا، إن شاء الله. وان شاء الله توصلوا للعالميه ولكل طموحكم واحلامكم. يعطيك الف عافيه. إذا قدرت حنان من خلال عملها بالمنجرة إنها تبدع وتحط بصمتها الخاصة بمجال عملها، وتثبت وجودها كامرأة عاملة منتجة بالمجتمع، وتغير كمان الصورة النمطية لهذا العمل اللي هو حكر على الرجال، وتشجع النساء للتوجه إليه. لهون بودعكم مشاهدينا، وبلاقيكم بمشاريع نسوية جديدة نتعرف عليها معكم ببرنامج أنامل من ذهب، فكونوا دائما على الموعد. إلى اللقاء.